السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج حكيم عيون. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام والأقباط بخير. أعزائي المشاهدين، العين نعمة كبيرة جدا الله سبحانه وتعالى وهبها لنا. النظر عموما هي نعمة من أكبر النعم التي وهبها الله لعباده. العين بتاعتنا دي لغز كبير جدا. العين عشان تشوف وراها عملية كبيرة قوي 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 قوي. حول العين والنظر والنعمة الكبيرة اللي ادهلنا ربنا دي هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مع دكتور إيهاب أبو علي، زميل كلية الجراحين البريطانيين للعيون. أهلا بك يا دكتور. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة حلول شهر رمضان إن شاء الله علينا بعد أيام قليلة، يعني إن شاء الله. دكتور، في المقدمة بتكلم وبقول النظر والعين نعمة كبيرة أوي من عند ربنا سبحانه وتعالى وهبها لعباده. فنعمة النظر من أجمل النعم ومن أكبر النعم اللي كل إنسان ما يقدرش يستغنى عنها. ولكن العين دي وراها عشان نشوف وراها عملية كبيرة قوي 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 قوي. عاوز من حضرتك تعرف لنا العين وتقول لي احنا بنشوف ازاي. اتفضل يا دكتور. يعني الاول احب اشكر قناة صحة والجمال على استضافتي النهاردة، ونقول للمصريين كلهم المسلمين والمسيحيين بمناسبة اعيادنا، الاسبوع ده مليان اعياد، فان شاء الله ربنا يجعلها ايام دايما سعيدة ويحفظ مصر والمسلمين كلهم ان شاء الله الفترة دي. امين. بالنسبه للعين حكي، يعني العين من رغم حجما صغيره لكن هي بتأدي وظيفه الرؤيه او البصر، ودي من افضل نعم الانسان ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله. فالعين احنا يمكن عندنا مجسم ليها بسيط كده، حاجه لذيذه يعني، فنقدر نبص على العين. العين بتقوم بدورين رئيسيين كبار، يعني الدور الاول هي بتشوف الرؤيه، والدور الثاني ان هي المنظر الجمالي في العين. فاي حاجه بتتوجه، ان معظم الناس لما بيجوا يشتكوا بيبقوا دايما عنده مشكله في النظر ورؤيته فيها مشكله، فمحتاجين نشوف اسبابها، او عنده مشكله في الشكل بتاعها، العين مش مظبوطه في مكانها، ساقطه الجفن مش مظبوط في مكانه، اي شكل مش جمالي حوالين العين في مشكله. فالعين بتأدي دورين رئيسيين كبار، يا اما الرؤيه يا اما الشكل بتاعها. الواحد عشان يشوف محتاجين يبقى دايما كل اجزاء العين نفسها مظبوطه وسليمه وشغاله بكفاءه، والا اي حاجه من ده هتحصل فيها مشكله، ساعتها الرؤيه هتتاثر. الانسان عشان يشوف ويقوم بدوره في الرؤيه محتاجين إن من اول الجسم الخارجي ده العين اسمه قرنيه، اول سطح بنشوفه خالص بره اسمه قرنيه، بيعدي بعد كده على العدسه بتاعه العين، ثم بعد كده الصوره بتروح للشبكه بتاعه العين. ده لو احنا شلنا الجزء الخارجي للعين بيبان لنا الجزء اللي جوه اللي هو بتاعه الجسم الزجاجي والعدسه، وبعد كده الشبكه بتاعه العين. الصوره بتنتقل من الشبكيه للعصب اللي هو الجزء الاخير عندنا هنا لو ظهر للمشاهدين. العصب ده بعد كده بيكمل بيدخل المخ ويروح لمراكز المخ. عامل زي بالظبط يكون عندنا كمبيوتر فيه كاميرا بتاخد الصوره، والكاميرا دي بتروح على بروسيسور بيشتغل يحلل الصوره ويطلعها في الكمبيوتر، بعد كده يرجع الانسان يتعرف عليه. دي عمليه معقده بتحصل في اقل من ثانيه. سبحان من الاول الله. هنا بنروح نقول سبحان الله طبعا. فهي العمليه معقده جدا، بس هي ببساطه العين اقرب مثال ليها اللي هو الكاميرا بتاخد صوره، لكن عشان الانسان يقدر يفهم الصوره دي ويحللها ويربطها بالاحداث القديمه والجديده، هو مين دون ومين الشكل دون بنعمل بايه، كل ده بيبقى بناء على خبرته اللي هو من اول الميلاد لغايه اول 6 سنين تحديدا. دول اكتر وقت بيبقى الانسان بيتعلم ويترب، يعني عينه والمخ بيحفظ الصور والاشكال دي. وعشان كده الفتره دي لما بيحصل في اي مشكله تحجب الرؤيه بيبقى عندنا ازمه كبيره في ان المخ حصل عنده مشكله، وحتى حاجه بنسميها كسل العين. فبشكل بسيط العين كاميرا بتاخد صور بتروح للمخ عن طريق اعصاب العصب العين، في الاخر بيروح يتحلل في المخ وبيرجع تاني العين. المخ يقدر يقول والله ده انسان، ده حيوان، ده كائن، يقدر يميز بقى، يميز الشيء وبعد كده يتعامل معاه بناء على رؤيته. طيب دكتور، النظر مع الانسان منذ الولاده الى الكبر بيبتدي لمراحل. هل مع نمو الانسان من سنه لاثنين لسته لعشره ليصبح شاب النظر بيزداد بيعلى معاه، ولا النظر بيبقى ثابت من اول ما بيتولد؟
هو طبعا عندنا اكتر من عامل في تغير النظر من اول ميلاد لغايه الكبر البلوغ، يعني زي ما اي حد بيبقى مولود صغير بيكبر في حجم، الحجم بتاعه الطول بتاعه الوزن بيتغير، فنفس الفكره في الحجم، شكل العين ده الحجم ده بيبقى مولود حجما صغير بيكبر بالوقت مع نمو الانسان كله. تمام، فاول فتره على ما في خلال سنتين لثلاثه بيكون الامور حجم العين الى حد ما بدا يوصل لشكل شبه الطبيعي، لكن بيكتمل طبعا عند 18 سنه الشكل والحجم بيكون واقف. فالنظر بيتأثر بحاجتين، ان حجم العين بيتغير، فطبيعي ان مقاسات النظر بتتغير في المرحله دي، عشان كده لما بنيجي نقول للناس اللي نظرك استقر او ثبت مش قبل 18 سنه، لان حجم العين ومقاساتها ممكن تتغير. النقطه الاهم من تغير المقاسات حاجه اسمها القدره على التكيف. ربنا مدينا قدره على التكيف، زي ما يكون عندك احتياطي في الكاميرا بتاعتك، عدسات زياده على جنب بنقدر نشوف بيها وقت الازمه او وقت القريب. لما نيجي نبص على قريب وانت بتمسك اي كاميرا تصور بيها تلاقي تعمل تحتاج تعمل فوكس شويه، بتزود عدسات معينه، لكن لو بتصور على بعيد في عدسات اقل شويه. فالرؤيه القريبه دي بيسموها قدره على التكيف، الانسان بيقدر يتكيف، فجاه ببص البعيد اشوف، فجاه برجع ابص قريب ماسك موبايل او ماسك كمبيوتر او جورنال اقدر ابص عليه. القدره على التكيف دي بتتولد من ميلاد، بيبقى عندنا في حدود 14 درجه اسمها دايوبتر، يعني ده المقياس بتاعنا. بتوصل كل ما بنتغير في السن بنبدا نقل، ممكن تلاقي ال 14 دول فقدوا بعد شويه عادوا سبعه عند سن البلوغ، ممكن عند سن لما يوصل سن 45 سنه بيبقوا ثلاث درجات، عند سن 60 بيبقوا درجه واحده. فالريزيرف اللي محطوط دوام كل كل وقت بيبدا ينزل، وده بيفيدنا في حاجتين رئيسيتين، موضوع نظاره القرايه. موضوع يعني الحجم العين بيفيدنا في ثبات النظر عشان موضوع الليزك، وامتى نعمل تصحيح النظر الليزك، لان خلاص المقاسات استقرت الى حد كبير عند سن 18 ده غالبا. والنقطه الثانيه موضوع الاحتياط اللي ربنا مديه لنا من الميلاد لحتى سن 60، ده بيقل بالوقت، زي ما يكون عندك مجهود تقدر تجري مشوار طويل، بس كل ما بتكبر شويه المجهود بيقل. طيب. عند سن 60 بيبقى درجه واحده، عند سن 45 بيبقى ثلاث درجات، علشان كده في السن ده بنبدا نحتاج حاجه ثانيه نظاره قرايه. تمام دكتور، في حته كده كنا بنسمعها واحنا صغيرين وشائعه بينا، يقول لك ده عنده بعد نظر وده عنده قصر نظر. يعني ايه بعد النظر وقصر النظر؟ هل اللي انت كنت بتقوله حضرتك دلوقتي اللي هو العدسه ويشوف ويقرب يعني والقرايه، هو ده يعني انا خدتني للمدخل دوت ان انا ادخل عايز عندي يعني شغف ان انا اعرف ايه بعد النظر وايه قصر النظر؟ هرجع تاني هنشيل العين بتاعتنا نفضيه شويه. العين الشعاع بتاعها لما بيعدي من اي مكان عشان نشوف اي حاجه بعيده بتعدي من هنا من القرنيه بعدسه بتوصل لحاجه اسمها الشبكيه. تمام. ده الرؤيه الطبيعيه اللي ما عندهاش فيها مشكله. تمام. ده الانسان الطبيعي ساعتها، الانسان يعني ما بيحتاجش نضاره اللي عنده قصر نظر البعيد ولا القريب. المشكله الاكبر بتبقى لما في نوع من انواع عيوب الابصار اسمه قصر النظر، يعني هو بيشوف القريب كويس بس عنده مشكله في المسافات في البعيد. فالبعيد ده بيبقى مش شايف كويس بوضوح، وحتى المقاسات الصغيره بتتكشف قوي وانت بتبص على شريط الاخبار او الترجمه. فلو واحد نظره يقول لك انا كويس، بس خليه يعمل اختبار ذاتي في البيت كده، ممكن يبص على الترجمه بتاعته مخبي عين وعين احسن بدل ما يشوف بعين اتنين، لان احيانا كتير بيبقى عين كويسه نظره كويس وعين الثانيه ضعيفه. فلكن المخ بيترجم الاثنين وبينسى ان في واحده ضعيفه. تمام. ما بيقدرش نكتشفها لما بنعمل اختبار عين وعين، فده اسمه قصر النظر. يشوف قريب كويس بس ما يشوفش البعيد كويس. تمام. احنا بنتكلم دلوقتي كل اللي اتكلمنا ده عليه دلوقتي عن الناس السليمه. هنتكلم النهارده بقى لو النهارده انسان مريض بمرض مزمن، واحد الامراض المزمنه ممكن تكون السكر. ومريض السكر بيبقى حاله خاصه جدا. نظره بيضعف شوية أو النظر بيبقى مرتبط بعلو السكر وانخفاض السكر. ياريت حضرتك تكلمني عن المرض المزمن السكر وأثره على العين. يعني حاجة جميلة جدا، انت نقلتنا في البداية الموضوع مهم جدا بيهم العالم كله، ومصر من البلاد اللي مهم جدا فيها التركيز على مرض السكر تحديدا. مفيش احصاء بالظبط احنا عندنا كام مريض سكر، بس احنا بنتكلم في افريج 10، وفي بعض البلدان في الخليج بتوصل 20% من السكان. يعني لو احنا عندنا 100 مليون نسمه في مصر، ففي بنتكلم في 10 مليون تقريبا بني ادم عندهم سكر. تمام. المشكله الكبرى ان السكر بيأثر على العين من اول الجزء الخارجي خالص لكل اجزاء العين، يعني بيأثر على الجفون ويعمل التهابات مزمنه، بيأثر على القرنيه يعمل التهابات ايضا، ممكن يعمل ميه بيضاء عندنا مضاعفه من السكر، ممكن يعمل لنا الاخطر بكتير جدا الشبكه اللي هي الطبقه اخر طبقه عندنا في العين خالص، اللي هي بتبدا، ودي اكتر جزء في الجسم كله على الاطلاق بيتاثر بالسكر. طبعا
بيحصل له مشاكل، نقص الاكسجين والسكر اللي رايح هناك بيلخبط الدنيا تمام. فمشاكل السكر على العين كتيره جدا، واهمها على الاطلاق ان يحصل حاجه اسمها اعتلال شبكي سكري، ان السكر يبدا ياثر على الشبكيه ويحصل منه مشاكل. والمشكله الاكبر دايما الامراض الصامته او اللي هي ما عندهاش اعراض هي مشكله الخطوره عندنا، اللي دي بتحتاج نوجه انتباهنا من توعيه، من الكشف المبكر، من انتظامنا ليه. ممكن يبقى مريض بقى له 10 سنين و20 سنه، وده الواحد بيقابلهم كتير في العياده، بيروح بس يصرف علاج السكر من المستشفى، ممكن يعمل تحليل سريع كده للسكر كل سنه ولا اتنين، لكن عمره ما راح لدكتور عيون بص على الشبكيه وفحص قاع العين كويس. فممكن يكون عنده مشاكل من اعتلال الشبكه السكر، ممكن يكون عنده نزيف، ممكن يكون عنده ارتشاحات في الشبكيه. طول ما هي لسه ما وصلتش للنقطه المهمه جدا في العين اللي هي اسمها مركز الابصار، وده اهم نقطه عندنا اللي الصوره بتكون عليها، ممكن المريض ما يشتكيش. تمام. ما بيشتكيش بس هو في مرحله متاخره جدا، وفي اي وقت العين تنزف وندخل في مراحل خطيره كانت ممكن تغنينا كتير جدا ان نزور الطبيب يشوف قاع العين بس. طب انا بستغل وجود حضرتك معايا النهارده وبوجه رساله للساده المشاهدين. اي حد يا جماعه مريض سكر وعنده بعض المشاكل في النظر، احنا معانا الدكتور ايهاب ابو علي، لو حابب تتصل معانا وجه سؤالك، واحنا ان شاء الله معانا الدكتور وهيجاوبك في برنامج حكيم عيون. خليكم معانا، ارجع تاني ليك يا دكتور واقول لك امتحان على الهواء. لا انا عايز اكبر كم من المشاهدين يستفيد بحضرتك. تمام. النهارده مثلا مريض السكر انت بتقول النسب عاليه جدا، ولكن احنا بنتكلم في نعمه كبيره جدا هي نعمه البصر، فازاي نحافظ عليها ونحافظ على المرض اللي عندنا؟ هي دي مهمه جدا، ومهم جدا ان حضرتك تديهم روشتة علاجيه للموضوع ده. هو السكر في انواع كثيره، اهم نوعين منه نوع اللي هو التايب 1، النوع مريض السكر اللي هو بيجي في الاطفال سن صغير، وفي نوع تاني بيجي للكبار فوق ال 35. الاطفال تحت 15 سنه غالبا ما بقاش عندهم مشاكل خاصه بالشبكيه، فدول الى حد ما لسه ما دخلناش في مراحل الخطر. لكن النوع ده بالذات اول ما بنعدي سن معين محتاجين مراقبه ورعايه خاصه جدا عند دكتور عيون كل 3 شهور 4 شهور، لان بيتطور المرض تطور عنيف جدا في الاطفال وفي بدايه الشباب. يعني ممكن مع بدايه ال 18 ل 20 سنه تلاقي المرض بدا ينتقل انتقالات خطيره جدا جدا. يحصل ممكن نزيف بشكل متعجل، ممكن يدخل في مشاكل كبيره. عندنا النوع الاكبر اللي هم بيعدوا ال 40 سنه ويعدوا 35، دول بيجوا بقى مشكله ثانيه خالص، ان هو ممكن يقعد 5 سنين ما يعرفش ان عنده سكر، ماشي ومريض وما بيكتشفش ليه، لانه ما عندوش اعراض حاده، فبيروحش الدكتور حتى البطن يكتشف السكر الا قدرا. وفي جزء من المرضى دول احنا اول ناس نكتشفهم، يعني بيجي يروح يكشف، يجي يعمل مقاس نضاره مثلا، بيكشف على عينه لاي سبب ما، بتشيك اب على عينه، بتبص على الشبكيه نلاقي بعض بوادر اعتلال شبكي سكري، فنقول للمريض انت عندك سكر؟ يقول لا احنا ما عندناش سكر. نقول له لا ده انت اكيد عندك سكر، فنبعته يحلل، وبالفعل بيطلع في نسبه 5% على الاقل من المرضى بيعرفوش، واحنا الدكاتره العيون اول ناس نكتشفهم. فمهم جدا مريض السكر يبقى يطمن على عينه. الحاجه الثانيه، احنا في عوامل مهمه جدا بتخلينا نستعجل على الاطمئنان على العين. يعني لو انت اول مره تكتشف عندك سكر لازم تروح تزور الطبيب العيون فورا، لو عرفت النهارده عشان يحطك على السكيدول، على جدول متابعه خاص بيك طول العمر. تمام. الناس اللي هي بتدخل، لان احنا بنقسم المريض في مرحله في اولها في خطوره متوسطه، في مرحله عاليه او محتاج فالمتابعات بتبدا بعد سنه، في ناس بنقول لهم تعالوا بعد 6 شهور، في ناس بنقول لهم تعالوا بعد 3 شهور، في ناس بنقول لهم فورا محتاجين علاج. يعني نبدا نعمل تدخلات جراحيه او حقن او اشعه للمريض في المرحله دي. في حاجات كثيره جدا بتاثر على السكر، اهمها على الاطلاق المده. يعني مريض سكر ان هو بقى له سنه بيتعالج من السكر، غير بقى له 10 سنين، غير بقى له 20 سنه. كل ما تزيد مده علاجك من السكر نسبه تاثر الشبكيه بالمرض هيبقى عالي جدا. طب هناخد سماح ونرجع لحضرتك. طيب اوكي. سماح من القاهره اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك انا عندي سكر بقالي كده داخله في 12 سنه، عندي نزيف في عيني. نزيف في العين. تمام. انت عملت ايه؟ اتفضلي. اتفضلي. رحت المستشفى اللي هي بتاعت اللي هي في الساحل دي. حضرتك موعدين ان انا اروح، بس كنت المفروض ان انا اروح يوم النطره الجامده ديت وما رحتش. عيني مش بصي، ببص لحضرتك دلوقتي في التلفزيون مش شايفه خالص. حاضر. هيجاوبك الدكتور. هيجاوبك الدكتور يا مدام سامي. ماشي يا فندم. دكتور يعني برضه هي بتقول اهي سؤال مهم جدا، عندها عندها سكر وعندها نزيف في العين. السكر بيؤدي للنزيف طبعا،
ده اللي احنا لسه بنقوله في اه الاول، ان احنا في غنى الكشف المبكر وان احنا نقدر نعمل نوصل حاجات. للمرحلة دي. بالظبط. لكن دام دخلنا في المرحله دي احنا بنتكلم في ناس هاي ريسك جروب، عندهم مشاكل في الشبكيه ادت للنزيف، لان السكر في مراحل متاخره بيبدا يوصل ان احنا خلاص بقى ممكن مع عدم تظبيط السكر مع اي مجهود بسيط ندخل في نزيف في العين. ساعتها بنحتاج بعض الفحوصات والكشف عشان نقدر نشوف هنعمل ايه. يعني زمان شويه كنا في حجم في النزيف، لو في نزيف في الجسم الزجاجي النزيف بيبقى هنا في المنطقه دي، بيبدا من الشبكيه ويدخل في المنطقه دي يملى التجويف ده بالكامل المكان ده. تمام. كنا زمان بننتظر على المريض 3 شهور للمتابعه مع ضبط السكر والضغط لو في ضغط والامور كده، لو تحسن لوحده ولا لا. لكن دلوقتي احنا بنميل للتدخل الجراحي، بنعمل حاجه اسمها استئصال للجسم الزجاجي ونشيل معاها النزيف ونشوف بقى اي تليفات او اي مشاكل في الشبكيه كمان بنكويها، وبنعمل حاجه اسمها ليزر داخلي. طب فانا ننصحها يا دكتور بقى، انا انا عايز انصحها لازم النصيحه. تفور، ان التاخير بالنسبه لها مش مناسب، دي حاله طارئه حتى لو في الظروف اللي احنا فيها تتوجه دلوقتي، دي حاله للمكان اللي طارئه. بتعالج فيه. طبعا لازم تتوجه للمستشفى فورا وتكشف وتشوف ازاي نتعامل معاها بعد ما عمل الاشعه الموجات الصوتيه، ولو الشبكيه نقدر نشوفها كويس في اشعاعات تانيه بنعملها. وهي في كل الاحوال هتحتاج تدخل جراحي لو هي على حد قولها ان في نزيف والامور بدات كده. طيب هناخد ام نور ونرجع لحضرتك تاني. ام نور اتفضلي. ام نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. لو سمحت اكلم الدكتور. معاكي اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وعليكم طيب. بعد اذنك يا دكتور، معلش، عينيا على طول بتدمع وعينيا اليمين دي على طول بتكسر. بس الموضوعين يعني بادئين مع بعض، يعني الدموع والكسرة العين دي مع بعض ولا دي حاجة ودي حاجة؟ لا، هي كسرة العين دي لسه اعتبر يعني معايا بقى لها كام شهر وبتجيلي بصداع جامد. طب هي عندها سكر ولا نسأل؟ عندك سكر ولا حاجة؟ لا لا، حللت السكر طيب. وحللت ما لقيتش أي حاجة. طيب هيجاوبك الدكتور. هيجاوبك الدكتور. شكرا. هناخد أحمد من مطروح وناخد السؤالين. أحمد من مطروح اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا دكتور؟ الحمد لله. انا رحت، كان عندي حساسيه في العين كده، ورحت عند الدكتور فكشفت، فقال لي انت عندك درجه ناقصه في العين يعني. فكل ما اروح له كل ما يقول لي انت عندك درجه ناقصه درجه ناقصه. فمش عارف حضرتك هيبقى يعني نقص كده على طول ولا انا خايف من الموضوع ده. طب ليه ما لبسش؟ عمل لك نظاره او طلب تعمل اجراء يعني ليه؟ لا يعني ما تلبس نظارة، او لو انت لما في مشكلة في النظارة ممكن تشوف حلول تانية زي تصحيح ابصار او لا. هو اداني نظارة، هو اداني نظارة واداني علاج انا ماشي عليه. علاج لايه؟ علاج قال لي انت معك مرض مزمن، مرض مزمن، حساسية مزمنة. حساسية مزمنة. بعيد عن الدرجة اللي انت بتقول عليها او النظارة يعني. تمام. فانا خايف كل ما اروح له مرة يقول لي ربع نازل، مرة نص نازل، فانا مش عارف حضرتك الوضع ما يطمنش. حاضر، هيجاوبك حاضر الدكتور. شكرا لحضرتك. هناخد هناء المنيا. هناء. هناء اتفضلي. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور يا فندم. إيه، انا كنت عايزه اسال الدكتور، مش اخر عليك ثانيه واحده بس. اتفضلي. إيه، انا عينيا عندي انسداد في مجرى الدموع. تمام. كنت عملت عمليه هي عند نبضاني مزار. الدكتور عمل لي، انا متفق على العينين، عمل لي عين وساب الثانيه. انت عندك كم سنه يا فندم؟ ها؟ عندك كم سنه؟ عندي 57. 57. عمل لك استئصال كيس دمعي وزرع انبوبه؟ لا، هو عمل لي تسليك في مجرى الدموع. تسليك فقط من غير ما يبقى فيه حاجه ثانيه؟ لا. تمام. حاضر. يعني بص حضرتك، هو انا قلت له اعمل لي العينين، راح هو جه عندي عين والعين التانية ما جاش عندها خالص، لأن أنا رحت كشفت في مستشفى الشرطة، راح قال لي لا ده العين دي ما جاش عندها خالص، والعين دي حول لك الأنبوبة نفسها. حوالك إيه؟ أنا حالياً عيني الاثنين ومال الدم على طول على طول. حاضر، هيجاوبك يا هناء. حاضر، شكراً يا فندم. أشرف من أسيوط، اتفضل. أشرف. ألو. ألو يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وحضرتك طيب. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. دكتور بعد اذنك، انا كنت بعاني بس من عيني، لما ببص لاي حاجه كده مباشره ما فيهاش واضح. لازم اغمض عيني وافتحها تاني مره واتنين علشان يعني
اشوف الحاجه بوضوح. طيب الحاجه دي قريب من ولا بقالك فتره طويله ان انت بتشوف الحاجه بوضوح؟ لا بقالي فتره طويله. طب كشفتها ولا لسه او ما طمنتش على عينك؟ لا 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 ما عملتش اي كشفات على عيني. طيب طيب هيجاوبك الدكتور يا اشرف. حاضر. اسامه من الشرقيه اتفضل. حضرتك يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. استفسر من حضرتك بس، بنتي عندها 13 سنه على طول بتجيب ميه من عينيها، واول ما بتصحى من النوم برضه بتجيب ميه من عينيها على طول. بعد كده في طول اليوم في ميه ولا مفيش؟ لا هو بيبقى في ميه على طول. يعني طول اليوم يعني في دموع من عينيها؟ يعني كل يوم اول ما بتيجي تنام الميه بتنزل على عينيها على عينيها على طول، ولما بتصحى الصبح برضه بيبقى في ميه على عينيها. تمام. حاضر. هنجاوبك. حاضر. طب هناخد محمد اسوان. كده مش هنلحق ناجي. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل. اتفضل. والله انا عندي عين العين الشمال كان فيها مسمار خبطني فيها. من حوالي 5 6 سنين، وبعد كده عملت عمليه في مستشفى الجامعه بتاعت اسيوط. تمام. ودول من 6 شهور عملت شعر مقطعي على العين، فلقيت في ثقب في العين. المسمار عملت عمليه في مركز العيون بتاع اسوان. من 6 شهور. تمام. النظر ما زادش بس ثبت يعني. كويس. تمام. الثقب ده حطوا لي ليه غاز سيليكون. غاز ولا سيليكون؟ دي حاجه ودي حاجه. زيت سيليكون ولا في غاز؟ لا حطوا لي غاز، قالوا لي زيت سيليكون ما الثقب صغير وما فيش داعي ليه. كويس. حاضر. بس نظري العين نظرها ضعف مش زاد. حاضر. طيب حاضر. هيجاوبك الدكتور. حاضر. طيب دكتور هناخد من الاخر. الموضوع الغاز بتاع العين دوت، الثقب في العين، وفي ممكن يتعالج ازاي؟ هل بتتحقن العين بغاز معين؟ هو الثقب دوت يعني بيبقى في اخر طبقه خالص في الشبكيه هنا في مركز الابصار. تمام. احنا بنشيل الاول الجسم الزجاجي ده كله بنستأصله بالكامل. الجسم الزجاجي ده زي الزلال بتاع البيضه، لما يبقى تشيله المكان التجويف ده بيتملي طبقا لنوع المرض وطبقا للجراح وفضليته. يعني في بعض الناس بتحط زيت سيليكون، في ناس بتحط غازات معينه، في ناس بتحط حاجات تانية. ميزه الغاز ان هو ما بيحتاجش نشيله بعد 6 شهور، لكن غاز الزيت سيليكون لما بنحطه لازم هيبقى في عمليه تدخل تاني. لكن نوع الغاز اللي هو بيحطه في الحاجات دي بيبقى مفيد، ممكن يستمر من 3 أسابيع ل6 أسابيع وما بنحتاجش نشيله، هو بيختفي لوحده. تمام. اشرف من اسيوط بيقول لحضرتك ما بيشوفش من اول مره، لازم يغمض ويفتح. لا غالبا النظر. عنده عيب من عيوب الابصار. محتاجين لازم يروح لدكتور العيون يطمن على مقاسات النظر ويشوف، لان هو بيقول بقاله فتره وعمره ما راح كشف. فغالبا لما بيضغط بجفونه على القرنيه الخارجيه دي وكانه ضغط على العدسه فشاف بقى شويه ورجع الرؤيه. طب ده بيحتاج عمليه ليزك؟ بيحتاج نظاره، او لو هو مش هيبقى حابب نظاره غالبا ممكن نعمله تصحيح ابصار. تمام. لو عمليه الليزك يعني. طيب هناء من منيا كانت بتتكلم عن انسداد في مجرى العيون. في انسداد في المجرى، هو اللي بيسبب ايه الانسداد ده؟ بيأثر احنا عندنا هنا في المساحه المكان اللي بين العين والانف، كان هنا بالظبط في هنا قناه دمعيه بتنقل الدموع اللي بتنزل، ما المفروض الدموع ما بتخرجش على عينك. الدموع بتتجمع هنا وتتصفى وتدخل في الانف من ورا، بعد كده تلاقي في الحل. حتى عشان كده لما بتحط قطره تقول لك هنا. وعشان كده عندنا دايما ازمه بالمناسبه نقول على موضوع الصيام. يعني ان معظم الناس واحنا كاطباء بننصح يعني سؤال مهم جدا، ما عندناش مشكله. بالنسبه لنا القطره ما بتفطرش، ولو حتى حطيتها وحسيت باي مراره لانها ما بتدخلش من المكان الطبيعي بتاع اللي هو الفم يعني. تمام. فهو الطبيعي بتاعنا في قناه بتنقل الدموع من العين للانف وبعد كده بتنزل في الحلق، فده طبيعي بتاعها. القناه دي احيانا يا اما خلقيا، وده مشهور قوي في الاطفال تحت سنه، اول ما تولد يبقى عندهم انسداد بسيط في القناه الدمعيه. 90% من الاطفال بيوصلوا عند سنه القناه الدمعيه دي بتتفتح لوحدها بدون اي تدخل جراحي. بس ممكن نعمل بعض التمارين والكمادات المدافعه على العين. الناس الكبار احيانا بيحصل ده نتيجه التهابات معينه او ميكروب، فيحصل انسداد في القناه الدمعيه. وفي السن اللي هي بتقوله ده لازم تسليك القناه الدمعيه لوحده ما بيجيبش اي نتيجه. ده بتحتاج تدخل جراحي، بنعمل استئصال القناه الدمعيه، بنفتح بنفسنا مكان جديد خالص للمجرى لتصريف الدموع، وبعد كده بنسيب حاجه اسمها انبوبه سيليكون بتقعد في العين في حدود 6 شهور.
عشان المكان اللي اتعمل جديد ما يتقفلش مره ثانيه. تمام. اسامه من الشرقيه بيقول لحضرتك البنوته 13 سنه بتدمع على طول يعني عينيها بتدمع. هو يعني انا ما قدرتش افهم منه بتدمع على طول، بقول الصبح وقبل ما تنام مره، فده بالنسبه لي مش على طول. وانا ما عنديش تفسير ليه الصبح وليه بالليل بس يعني، فيا اما في مشكله في الدموع، الدموع بتزيد في بعض الاسباب، يا اما القناه الدمعيه بنتكلم عنها دي مقفوله فالدموع طبيعي مش لاقي مكان فتلاقيها بتنزل على عينك من بره، او القناه الغده الدمعيه اللي بتفرز الدموع هي شغاله بشكل نشاط كبير، زي واحد عند فرح حزن، زي واحد بيقطع حاجه في المطبخ ممكن تلاقي الدموع زادت، او بعض الامراض بتصيب الغده الدمعيه فتخليها تفرز اكتر. يعني في جزء منه طبيعي الفسيولوجي، في جزء منه باثولوجي. الجزء الثالث ان جفون سبب الدموع، ان جفون عضلات الجفن دي بتشتغل زي مضخات للدموع. يعني في عندنا غده دمعيه بتطلع دموع، في عندنا مصفى زي الحنفيه بالظبط لو تفتح حنفيه، في عندنا مكان بيخرج الدموع، المضخات اللي بتزق الدموع من هنا لغايه ما توصل لمكانها وتدخل في المكان الطبيعي هي الجفون بتاعتنا اللي تحت دي. فاي ضعف في عضلات اللي حوالين العين برضه تؤدي الى ان الدموع ما تشتغلش كويس. فدول الثلاث اسباب اللي هم بندور عليهم، يا اما الغده الدمعيه افرازاتها كتير، يا اما قناه دمعيه مقفوله، يا اما العضلات اللي حوالين العين فيها مشكله لان دي بتشتغل زي المضخات بالظبط، بتضخ الدموع من مكان توصله للنقطه بتاع المخرج بتاعها. فانا يعني هي لازم تتشيك نشوفها الاول، وقد يكون في حاجات بسيطه خالص، في التهاب بسيط، حساسيه بسيطه في العين هي اللي زودت الغده الدمعيه تفرز دموع اكتر، بس مش هيكون في حاجه من الحاجات الاكبر اللي فيها انسداد في القناه الدمعيه من حاجه. طب دكتور، سؤال مهم جدا، في ظل التطور الرهيب في جراحات العيون والعمليات الليزك يعني تطور رهيب زي ما احنا شايفينه، هل مع التطور ده هينتهي عهد النظارات الطبيه، ولا لسه النظارات الطبيه هتحتفظ بقيمتها امام هذا التطور؟ لا، النظاره حل من حلول تصحيح الابصار، حل مناسب. عندنا في الاطفال بالكامل تحت 18 سنه ما فيش علاج غير النضاره، الا اذا كان عين واحده ضعيفه عين واحده سليمه في تدخل، ممكن نعمله تدخل جراحي. الناس اللي هم الكبار عشان نضاره القرايه ده موضوع ما زال الابحاث شغاله عليه ان ازاي نصححه، في بعض الطرق لتصحيحه بس لسه ما وصلناش لنتيجه مرضيه. فالسن الكبير اللي فوق ال 45 سنه و50 و60 فيما يخص القراءه قد يكون لسه معانا شويه ان هو ما نقدرش نخلصه. الشباب بقى اللي من 18 ل 45 ل 60 اللي هم السن دون معاه الاختيارات، ممكن يلبس نظاره او يعمل تصحيح نظر طبقا لاحتياجاته هو وطبقا لفحوصاته برضه الدكتور يقدر يقدر معاه. يعني بمعنى هل في ناس عندها رغبه ان تخلص من النظاره، زائد ان احنا لازم نطمن ان الحال ده مناسب، لان لو الليزك مش مناسب ليه في حلول ثانيه بنقدر نعمله حاجه اسمها زرع عدسات او كلافه. يعني المريض لو عاوز يتخلص من النظاره غالبا ما يتخلصش من نظارته. بس طبعا فيما عدا الاطراف اللي زي ما قلنا تحت سن الاطفال ممنوع، لان في مشكله كبيره ان احنا نعمل لطفل هو بعد 3 4 سنين لسه العين ما اكتملتش بشكل كويس هيرجع يلبس نظاره ثاني او نعمله تصحيح نظر. تمام. دكتور، بنسمع في المجال الطبي عموما بيتقال للانسان او المريض انت لازم تعمل تشيك اب على كل جسمك، اعمل فحوصات على الكبد والكلى والقلب والكلام ده كله، ولكن امتى ابتدي اعمل فحوصات على العين؟ يعني في سن ايه ابتدي اروح بقى زي ما بعمل هنا اعمل على العين؟ امتى بتقولي للمريض ابتدي اعمل فحوصات على عينك؟ كل قد ايه ومن سن قد ايه ابدا اعمل الفحوصات؟ هو احنا بنبدا من اول الميلاد، يعني اول ما الطفل يتولد لازم دكتور العيون يتشيك على عينه. مع دكتور الاطفال بنبص على عينه ونطمن الدنيا عامله ايه، بنبص لو في اي مشكله حاجه ظاهره، خاصه لو كان عنده مشكله انه قعد في الحضانه. اطفال اي طفل يدخل الحضانه بواجه رساله مهمه جدا، لازم وضروري يتفحص قاع العين ليه. كل ما لازم دي حاجه مهمه جدا، نفس المشكله خطيره جدا. الاطفال بتقعد بالذات لو طفل نزل تحت ال 30 اسبوع تحت 28 اسبوع او وزنا نزل تحت كيلو ونص او 2 كيلو، كل ما الوزن يبقى قليل او اتولد بدري قوي محتاجين تماما يتفحص داخل الحضانه وفي الحضانه على دكتور العيون بيتحرك ليه ان هو يشوفه في الحضانه. في بعض الاماكن والمستشفيات بتعمل ده بشكل روتيني، بس كتير جدا ان عينيهم بتفقد. دي مهمه جدا، معلومه مهمه جدا اطفال لحضرتك النهارده. يا ريت توجه رساله النظر بقى. النظر بيروح تماما، والمشكله ان لما بيجوا بيعدي شهر وشهرين وخرج من الحضانه وقعد شهر وشهرين وعنده مشاكل، قد يتصل ان العين تفقد تماما وبدون اي تدخل جراحي، حتى التدخلات الجراحيه بتبقى لانه خلاص المرض اتاخر تماما. فاي طفل في الحضانه لازم يبقى دكتور عيون يتشيك عليه وهو جوه الحضانه، مش هقول لك استنى لما يخرج، لا
دكتور عيون ممكن بيتحط له قطره وتشوف له قاع العين داخل الحضانه ونقدر نشوف هو محتاج. واحيانا بيتم علاجهم داخل الحضانه ولقينا بوادر المشكله في الشبكيه ان احنا ممكن نعمل لهم حاجه اسمها حقن داخل العين وهو داخل الحضانه عشان نحافظ على الشبكيه ما حصلش فقدان للبصر نهائي بدون اي علاج. احمد من مطروح كان بيقول يا دكتور ان هو في حساسيه في العين ودرجه ناقصه. طب احنا في الايام اللي جايه دي التراب والربيع بيبقى فيه الرمد الربيعي والحاجات اللي هي بتاثر على العين دي، بتنصح بايه وايه انواع الحساسيه اللي بتصادفنا في الوقت ده؟ يعني هو طبعا انتقال الفصول مش بس في الربيع، اي تغير من الفصول بيبقى دايما في الحساسيه. الصيف حساسيه العين بتبقى اشد كتير من الربيع، وعشان كده دايما نقول تسميه رمد ربيعي دي تسميه يعني مش دقيقه قوي. اهم نصيحه لينا دلوقتي تجنب اوقات الشمس الحاره جدا اللي هي وقت الظهيره ساعتين ثلاثه، ولو بتتعرض لهم من طبيعه شغلك او حاجه يبقى معاك نظاره شمس نظاره كويسه. الحاجه الثانيه الماء البارده مهمه جدا للحساسيه، ممكن حتى ماء من الثلاجه نغسل بها وشنا حتى في اوقات غسيل الوجه. النقطه الثالثه لما بنبقى في الموضوع متكرر واحمرار العين ممكن نلجا لبعض الاطلات اللي هي مضاد الحساسيه علشان نقدر ناخدها، بس ده من اول هنا نبدا يبقى لازم طبيب يشوفنا. لكن نصيحتني في الاول الماء البارده كتير على العين ونضاره الشمس ونبتعد عن وقت الظهيره بالذات اللي قبل ساعتين وبعده ساعتين يبقى كويس. تمام يا دكتور، هناخد سيد من القاهره وارجع لحضرتك تاني. اتفضل استاذ سيد من القاهره اتفضل. فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. كل سنه طيبين. وانت طيب يا فندم. سؤال حضرتك. بقول لحضرتك انا لما بتعرض يعني مثلا للنسبه بسيطه كده في دم بينزل من عيني، ولما بقوم من النوم الصبح بيبقى فيها حمار في العينين الاثنين. ما فهمتش النقطه الاولى، بيقول بتقول حجر على طول. حاضر. لما بتبص للتليفون يعني بتدمع عينك بتدمع؟ لا لو مشيت في النسمه يعني لو نسمه هواء بسيطه مشيت في الهواء يحصل دموع لعينك. تمام. والموضوع ده ما حصلليش الا يعني من فتره قريبه يعني السنه دي كده من حوالي 8 اشهر او 7 اشهر. لكن في البيت ما بيحصلش دموع؟ قبل كده حضرتك ما كانش بيحصل معايا الموضوع ده. تمام. حاضر يا استاذ سعيد هنجاوبك. حاضر دكتور، فعلا ظاهره ساعات كده الواحد بيبقى ماشي ويقابله شويه هواء يبص يلاقي عينيه بتدمع. هو ده جزء من انا قلت ثلاث اسباب للدموع. السبب الاول هو زياده افرازات الغده الدمعيه، ان الدموع تزيد شويه في افرازاتها. ده بيبقى بسبب ان حاجات طبيعيه، ممكن لما تلاقي في الجو البرد بالذات لو احنا في الشتاء وانت خارج في الصبح هتلاقي عينيك بتجيب بحر. في بعض الناس بيبقى عندهم موضوع ده يعني زي انك فتحت حنفيه من عينيهم. اول ما واجه جو بارد الصبح. فده طبيعي تماما، مفيش في اي مرض. ممكن وانت بتتاوب احيانا بيبقى في دموع، ممكن في الفرح والحزن احيانا بيبقى في دموع، كل دي دموع طبيعيه مفيش فيها مشكله. لو الموضوع متكرر هو بيجي له في كل الاوقات محتاجين نتشيك النهون هو ايه؟ يعني هو ايه سبب الدموع؟ هل هو زياده الافرازات؟ هل هو انسداد في القناه الدمعيه؟ هل العضلات اللي حوالين العين فيها ازمه ولا لا؟ دكتور، من الحاجات المهمه جدا وبسمعها جفاف العين. انت هتكلمني عن جفاف العين بس هناخد وائل من اسكندريه ونروح لحضرتك تاني. استاذ وائل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضل يا فندم معاك الدكتور. انا كنت حضرتك كنت عامل زرع عدسه. تمام. وبعد حوالي شهرين كده حصل لي انفصال شبكي في عيني الشمال. سنك كام سنه؟ سنك كام سنه؟ 34 سنه. 34؟ بزرع عدسات ايه؟ نوع ايه؟ عدسه امام العدسه؟ عدسه مكان عدسه. مكانها مش امامها. لا مكانها. تمام. فحصل لي انفصال شبكي وكده، عملت عمليه الانفصال الشبكي وبعد اكثر من 6 اشهر عملت اللي هو ازاله السيليكون والكلام دوت. من ساعتها يا دكتور وانا يعني عيني على طول ملتهبه واحمرار وكده وماشي على قطرات وعيني مش عايزه تخف خالص. فعايز اسال يعني ايه الحل او كده عشان انا تعبت الصراحه. حاضر. اخد قطره ديفاكسال وكورتيزون وكبيد، فزهقت من القطرات وخايف من القطرات دي لانها كورتيزون كمان، فانا مش عارف ايه الحل الصراحه. حاضر استاذ وائل هيجاوبك الدكتور. حاضر هناخد عزت ونرجع لحضرتك. عزت اتفضل. استاذ عزت السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم معاك الدكتور. دكتور معلش انا من بعيد كده ما بشوفش كويس الرؤيه. تمام. ولما يعني ابص كده ما بحققش الصوره كويس. دي حاجه من زمان ولا حاجه جدت عليك؟ لا جدت عليا. طب سنه دكتور قد ايه؟ هساله على نعم بقالها قد ايه يعني جدت عندك من امتى او ظهرت من امتى؟
يعني من حوالي، انا كنا عندي 30 سنه، من حوالي 25 سني 25 سنه. تمام. انا 25 سنه وجات لي الحاجه يعني دي. من 5 سنين بدات النظر يبقى مش كويس؟ نعم. يعني من 5 سنين النظر بدا يبقى مش كويس؟ اه بالظبط كده. حاضر يا استاذ عايز هيجاوبك الدكتور. دكتور هنروح لاستاذ وائل ونشوف موضوع الانفصال والشبكه والزرق. خليني اقول بس الاول في نقطه كده حوالين تصحيح الابصار. الناس اللي هم عاوزين يتخلصوا من نضاراتهم هم بيقولوا لنا بيبقى عندنا نوعين كبار من التدخلات الجراحيه والعمليات. النوع الاول والاسهل والمشهور اللي اسمه الليزك. الليزك الليزك بنعمله في ان المقاسات مناسبه قصر النظر، يعني في بارامترز معينه لكل مرض. قصر النظر ما يزيدش عن 10 ل 12 درجه، طول النظر ما يزيدش عن 5 ل 6 درجات، الاستجماتيزم ما يزيدش عن 5 درجات. وفي نفس الوقت ان فحوصات القرنيه مناسبه. تمام. ان هو نقدر نتعامل معاه. فده القرنيه هي اول طبقه خالص اللي هي المدور الخارجي ده بنسميه اللي هو اللي قدامنا ده. أيوه. فده احنا بنقدر نتعامل مع القرنيه دي في حاله ان المقاسات كويسه، الاشعه كويسه، ونقدر نعمله عمليه اسمها تصحيح نظر. تمام. وائل طبعا غالبا هو من نوع، مش من النوع ده، يا اما مقاساته اكبر من الرقم ده، او فحوصات القرنيه مش مناسبه. بنلجا لنوع تاني اللي تحت دي اللي هي الالوان دي اسمها قزحيه، اللي هي بتدي لون العين اخضر بني. أيوه. وازرق. تمام. في بعدها خالص في حاجه اسمها العدسه بتاعه العين دي. العدسه اللي احنا بنتعامل معاها في حاجتين، اللي هي نفسها في عمليات المرض البيضاء بتبقى بدل ما تبقى شفافه ونقيه كده بتتحول ان تبقى شفافه. بنلجا لنوع تاني من التدخلات الجراحيه ان احنا بنعمل هنا زرع عدسه. العدسه بنجيب عدسه في انواع كتيره من زراعه العدسات، بس طبقا للسن تحت ال 40 او ال 45 يفضل ان احنا بنزرع عدسه امام العدسه الاصليه. يعني احنا بنحط عدسه هنا امام العدسه الاصليه. ده بيدينا امان شويه للشبكيه، وفي نفس الوقت بيدينا ان احنا نحافظ على قدره التكيف اللي كنت حكيت عنها في الاول، ان احنا نقدر نشوف القريب. فالمريض ده يقدر يشوف البعيد كويس ويقدر يشوف القريب. هو عمل نوع تاني، هو دخل شال العدسه دي الاصليه وحط مكانها عدسه بقوه العدسه دي. النوع ده بيبقى فيه نسبه خطوره اعلى شويه من على الشبكيه، وعشان كده حصل له انفصال شبكي. يعني في ناس بيبقوا اعلى شويه الموضوع ان هم يتعرضوا ان الشبكه تضعف فحصل لهم انفصال. الانفصال ده زي ما هو عمل بيحصل عمليه انه بيرجع يرجع الشبكيه في مكانها، بيعمل ليزر داخلي، بيحط زيت سيليكون. الزيت زي ما هو شاله بعد 6 شهور او سنه. هو بيشتكي ان عينه حمراء دايما وبعد ما عمل ده كله لسه الرؤيه ما مش كويسه. هم محتاجين لازم هيتابع مع دكتور عيون لانه عنده اكتر من فاكتور. هل في ميه سرقه بعد الكلام ده؟ الاطالات الكورتيزون اللي بيقول عنها بعض الناس بيحب عندهم وراثيا انه بتعمل ميه زرقاء. في كل الاحوال هو مريض مش هينفع، يعني لازم يروح للدكتور المعالج ليه يقدر يبص امتى يزود قطرات، يشيل قطرات معينه. فانا نصيحتي ليه انه لازم يتابع مع الدكتور لانه عملت اكثر من تدخل جراحي، يمكن عمل 3 عمليات لغايه دلوقتي. تمام. دكتور هروح معاك لنقطه مهمه جدا، احنا منتشره جدا في مصر المراكز للعيون. مركز العيون بيبقى متخصص للعمليات الجراحية وللكشف وللفحوصات للعيون. في مركز ميت غمر العيون عند حضرتك تكلمني عنه وتقول لي هل المركز بيقوم بعمل جميع الفحوصات للعين وإيه العمليات اللي بيقوم بيها المركز؟ والله الحمد لله احنا يعني عندنا كل خدمات العين بالكامل، من أول خدمات الكشف على المريض، الكشف الشامل كله، خدمات الفحوصات يعني أشعة موجات صوتية، مقاس العدسة، رسم للقرنية، حاجة عندنا جهاز لقياس تشوهات والقرنية كمان قبل عملية الليزك، أجهزة فحوصات الشبكية لمركز الإبصار والعصب البصري. احنا معانا بعض عندنا هيجي لنا دلوقتي بعض أجهزة فحوصات القرنية بتاعتنا، بنقدر نفحص الشبكية بجهاز الأشعة المقطعات الضوئية. هو معانا الصور ونشوف المياه البيضاء. تمام. فنقدر نشوف القصه بتاعت الشبكيه باجهزه الفحوصات، وعندنا اجهزه بنقدر نصور اشعه بالصبغه للشبكيه في بعض الامراض العيون خاصه اللي ما بتتشخصش بالاجهزه الاخرى. فيما يخص الجراحات، كل اللي عندنا الجراحات بنقدر نتعامل معاها الحمد لله، من جراحات المايه البيضاء، جراحات المايه الزرقاء، جراحات الشبكيه. طبعا عندنا واحده خاصه بالليزك وتصحيح ابصار خاصه بينا في المركز يعني. طيب الاطفال ليهم نصيب عندكم في المركز؟ طبعا احنا عندنا المركز يمكن 20% من شغلنا على الاقل في الاطفال، خاصه بالحول والتجميل وعمليات ارتخاء جفن في بعض الزملاء. على الشاشه في وحده جراحه لعيون الاطفال هي اصلاح الحول. صحيح. يعني عندنا الحمد لله يعني المركز شامل، ما بيسيبش بقى، بيقدم كل خدمات بياخد من الاطفال يعني من لغايه الكبار. صحيح. تمام.
دكتور طبعا هناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. الو، مين معايا؟ عليكم السلام ورحمه الله. مؤمن، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا مؤمن. السلام عليك يا فندم. الحمد لله بخير، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم، انا في النيابه يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. هو ابني بس يا فندم عنده 10 سنين. عنده 10 سنين. ورموشه بتيجي لحد عينه كده، ورموش عينه بتوجعه، بيقول لك الهواء بتاع المروحه مش مستحمله. تمام. تمام. وكل شويه بيغمض عينه ويفتحها كده. عينيه بتدمع؟ لا ما بتدمعش يا فندم. حاضر، هيجاوبك الدكتور. في عايز تساله على حاجه دكتور؟ لا يعني. حاضر يا مؤمن، شكرا ليك. 10 سنين ورموشه بتنزل على عينيه بتسبب له بعض الالام. يعني هل الرموش دي في مكانها الطبيعي؟ يعني في عندنا بعض الامراض خاصه بالرموش، وضعها الطبيعي الرموش بتبقى متجهه لبره. بعض الحالات بيبقى الرموش سواء خلقيا في السن الصغير او في الكبار لبعض الامراض، خاصة مرض الرمد الحبيب عند المصريين مشهور، ان الشعر بدل ما يبقى متوجه لبره بيبقى متوجه لجوه، فده بيحصل مشكله كبيره، بيحصل في القرنيه بعض المشاكل. تمام. ده محتاجين لازم نكشف ونشوف المشكله ايه. النقطه الثانيه، في بعض الناس بيبقى عندهم حساسيه من الهواء او من الجو، فطبيعي في مشكله. فانا انصحه برضه يعني يفضل دكتور العيون يشوفه، يروح للدكتور ويبقى هو اللي يشيره في الموضوع ده. طب هنرجع لسؤالنا وهو جفاف العين يا دكتور. مع النظر للتليفون وانتشار المحمول والانترنت، والناس بتقعد على طول على التليفون بالساعات، فبيقعد مركز في الإضاءة اللي جاية من التليفون أو اللاب أو الكمبيوتر، وبتبتدي يبص فترات طويلة جدا ما بيحسش بنفسه. هل جفاف العين بيكون ناتج عن هذا ولا في أسباب أخرى لجفاف العين؟ وجفاف العين مشكلة كبيرة جدا بدأت تظهر، وبتزيد كمان باستعمالنا الـ 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 يعني الكمبيوترات والموبايلات اللي احنا موجودين فيها. الجفاف بيبقى ناتج عن بعض الأسباب. السبب الأول الأقل شهرة إن الغدة الدمعية بدل ما بتزود الدموع، لا المرة دي الإفرازات بتاعتها سواء لأمراض أو حاجة معينة الدموع بتقل. النوع الثاني إن الدموع نازلة بكمية معقولة وطبيعية، بس التركيب بتاع الدموع مش مناسب. عندنا في طبقه مهمه قوي اسمها طبقه دهنيه بتطلع من القناه الدهنيه اللي بتحمي الدموع انها تتطاير في الجو، معدل التطاير في الحر او في في كل الاحوال. فاول نصيحه لنا للجفاف سواء هو الافرازات قليله او تركيبه الدموع نفسها فيها مشكله، اول نصيحه الكمبيوتر او الموبايل بيحصل احنا عندنا حركه العين اللا اراديه، كل شويه بنغمض ونفتح او بنبربش عينه، ده لا اراديا بتتعمل في الدقيقه اكتر من 12 مره. لكن لما يبقى معانا حاجه بنركز فيها، كمبيوتر، بنتفرج على سينما، ماسكين موبايل، بنسوق فترات طويله، المخ على طول بيقلل الحركه، لا بتقفل بس بدل بتلاقيها مرتين ثلاثه. فالقرنيه هنا الدموع قدامنا في الحته دي بيبقى في الدموع، فاللي بترطب القرنيه بتقدر تشوف كويس. الدموع دي طول ما احنا فاتحين عينها بشكل كبير ممكن القرنيه تنشف، يحصل بعض المشاكل تصل ان يبقى في جفاف في عينين شديد او قرح بسيطه في القرنيه. اهم نصيحه الاولى ان احنا نغمض ونفتح عينينا كتير واحنا بنستعمل الاجهزه الكمبيوتر الموبايل او لو انت بتسوق، يعني يا دوبك تغمض عينك وتفتح اقل من جزء من الثانيه، يعني يا دوبك بس تغمضها يبربش بس بالظبط، زي الجفون زي مساحات العربيه بتاخد المايه تمسح بها القرنيه وتعمل. فده اول نصيحه واهمها. النصيحه الثانيه الاضاءه تبقى متناسبه، ما يبقاش الاضاءه ظلمه قوي بالظبط. الحاجه الثالثه لو انت فاتح لابتوب ولا حاجه بقى في نفس اتجاهك او اقل، يعني نفس مستوى قعدتي او اقل مش اعلى، ده بيقلل فتحه العين برضه ان الجفاف يحصل. النوع الثاني بعد كده، ده النصائح الاوليه. النوع الثاني احنا بنبدا ناخد القطرات للمرطبات للعين اللي هي اصلا بديل الدموع الصناعي. النوع الثالث لما ما بينفعوش الكلام ده، بدا يظهر عندنا بعض الجلسات والاجهزه ان احنا ننشط الغدد الدهنيه تفرز دهون او تفرز دموع معينه عشان تزود التركيب اللي احنا كنا بنقوله بيتلخبط. واخيرا بقى ان احنا ممكن نعمل تدخل جراحي، ان احنا بنعمل غلق للقناه الدمعيه اصلا لو الدموع قليل قوي، ان احنا بنقفلها عشان الدموع البسيطه اللي موجوده تقدر تكفي العين. ففي كل الاحوال في نصائح في الاول نقولها، تغمض عينك، حط الكمبيوتر على نفس المستوى، الاضاءه تبقى متناسبه ما يبقاش ضلمه قوي. الحاجه الثالثه نحط قطرات المرطبه العين، في اجهزه معينه دلوقتي حديثه لسه بقى لنا سنه ولا اتنين شغالين بيها احنا لمعالجه الجفاف بجلسات لتقويه الغدد. الحاجه الاخيره ان احنا بنعمل لجوء للتدخل الجراحي. طيب دكتور، عايزين نقول لو طفل او كبير اصيب بعينه، اهم الاسعافات الاوليه اللي ممكن يعملها ايه؟ يعني اول واحد اتصاب في البيت
ممكن نقول ايه اللي ممكن يتم بالنسبه لطفل صغير؟ الاسعافات الاوليه ايه اللي ممكن يعمله الوالد والوالده ليه؟ في ناس ما تعرفش. بالنسبه للكبير لو اصيب في عينه الاسعافات الاوليه اللي ممكن يعملها ايه؟ يا ريت تقول لي حالتين ثلاثه. احنا عندنا اهم واخطر حاجه طارئه للعين تعرض للمواد الكيماويه على الاطلاق. تعرض للمواد الكيماويه. المواد الكيماويه البوتاس بقى، واحد اسمنت، واحد جبس، واحد مش عارف ايه. في البيت حد وقع على عينه وحاجه، تعرض للمواد الكيماويه ده اخطر حاجه. يعني لو اتخبطت بعينك لا قدر الله بسكينه ده اقل شويه من ان انت تعرض. يعني لو اتعورت بجرح قطعي في العين قد يكون ان مش ضرر من بالظبط. وده بالذات ما فيش في الوقت هنا، يمكن الحاجه الوحيده اللي بتفرق معانا الوقت. يعني لو في جرح نافذ في العين ممكن نصبر عليه ساعه واثنين وثلاثه على ما المريض ينتقل يجي للدكتور نرتب له عمليه. لكن الحاجات الكيماويه دي بحاجه بشكل عاجل تماما، طوارئ في البيت، ما تنتظرش تروح للدكتور. افتح الحنفيه وافتح عين الطفل وحط الحنفيه من حنفيه المايه مباشره في عينه. الهدف الرئيسي تخفيف الماده الكيماويه اللي راحت دي بالمايه. تمام. واول ما بيوصل للمستشفى بنرجع نعيد له نفس الفكره، ان احنا بنقعد معاه على الاقل نص ساعه او ثلث ساعه، احنا نفتح له محاليل وحاجات معينه عشان نخفف المواد الكيماويه. بعد كده بنعالج الحاله طبقا اللي هو وصل ايه، يعني مواد كيماويه معينه القرويه غير الاحماض وهكذا. لكن بشكل عام اول حاجه في البيت تعمليها اول اسعاف الميه. الميه يعني نصيحه لكل ام ربع ساعه ثلث ساعه يعني مش تغسل عينها لدرجه لو نفتح عيننا بالحنفيه مباشره. ده لو طفل صغير طفل او كبير او كبير ده حاجه طارئه تماما. والدقائق هنا بتفرق معانا ان ممكن يحصل مشاكل خطيره في العين للقرنيه او النقطه الثانيه الحاجات الجروح بشكل عام او الحاجات دي اهم حاجه ان نعقم العين. يعني بمعنى لو احنا حطينا بس غطاء معقم للعين على ما نروح للطبيب ده حاجه كويسه. بدل ما ندخل ان احنا بقى الجرح ملوث فننقل عدوى على ما ننتقل من البيت للدكتور ونروح له كده. الحاجه الثالثه ان احنا عندنا الحاجات الطوارئ او الحاجات اللي بتظهر في العين، ان الناس فجاه عينه تبقى حمراء، عينه حصل فيها ان النظر فجاه نزل، كل ده محتاجين يعني بشكل عاجل نروح للدكتور عشان ما يبقاش في اي تاخير علينا. لكن الحاجتين اللي انا انصح بيهم الجروح عموما يبقى نعقم العين بشكل معقم، العين في الجروح في غطاء معقم للعين وخالص نقفله بشكل كويس. تمام. وسرعه الذهاب للطبيب. لكن مواد كيماويه فورا لازم نغسل العين بشكل عاجل تماما وما تنتظرش ان انت تروح للدكتور، انت تعمل ده الاول بعد كده روح للدكتور الا اذا كنت انت يعني بينك وبينه خمس او يعني بشكل عاجل يعني. لكن ده اهم حاجه سريعه بالنسبه لينا. طيب دكتور انا يعني مش عارف اقول لك ايه النهارده، احنا اتكلمنا في موضوع كتيره جدا واتصالات كانت كتيره جدا، كنت سعيد بحضرتك جدا، ولكن عايز في نص دقيقه تقول لي روشيتا كيف نحافظ على ابصارنا. يعني اهم نصيحه لنا ان احنا نروح نزور الدكتور، لان في عندنا امراض كتيره جدا. في ثلاث امراض رئيسيه ما بيجوش الا بالكشف، ودول امراض ما لهمش علاج بعد ما يعدونا، منها كسل العين في الاطفال او احنا عندنا سن دخول المدارس بدون ما الطفل يروح يكشف نظره ويقيس كل عين لوحدها. سن ال40 لو انت ما بصيتش على قاع العين والاكتشاف المبكر لمرض زي مرض المايه الزرقاء، ما اتكلمناش عنه النهارده يمكن يبقى ليه اكيد لينا حلقات كتير. الحاجه الثالثه ان مرض السكر لازم نبص عليه. فبشكل عام التشيك اب اللي هو الطبيعي ان احنا نبص على دكتور عيون ونروح له زياره كل فتره كل سنتين مثلا في سن الكبار، ده معقول جدا ان احنا نشوفه. دكتور النهارده طلعت من حضرتك بمعلومتين مهمين جدا، معلومه هتفيدنا الايام اللي جايه وهيتسال عليها ناس كتيره جدا، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هي موضوع القطره او النقط اللي بتنزل في العين. في العين هل تفطر ولا لا تفطر حضرتك؟ أنا كطبيب يعني انا لست ما بفتيش، لكن انا كطبيب انا بقول بجزم ان انا تفطر. واذا يعني بعض المرضى عندنا بيكتبوا لهم علاج خاصه لو مريض مزمن، الشيوخ بيقول لك اسال الطبيب او العلاج اللي هو الضروري بعد عمليه مثلا، المريض عامل عمليه ولازم يحط قطره، فالمريض بقول له اذا كان ده لازم ما بيفطرش. المريض اللي هو واخد راي ان في ده بيفطر عشان نزل الحلق من حتى من اي، انا بقول له طب افطر، ما هو اذا كنت انت مريض يعني ما تجيش انت ما تاخدش العلاج فافطر بقى يعني اذا كان الموضوع كده. لكن انا بالنسبه لي لا، انا بنصح كل مرضى عندي ان هو لا يفطر يعني. تمام. المعلومه الثانيه المهمه جدا لكل الاطفال حديث الولاده اللي هم في الحضانات، يا جماعه لازم يكون معاك طبيب عيون، ودي معلومة مهمة جدا كنت أول مرة أسمعها من حضرتك، لأن الحضانة ممكن تأثر على النظر بالنسبة للجنين. طبعا كل ما الطفل يكون مولود بدري قوي يعني في الشهر الخامس السادس
او وزنا قليل وقعد فتره طويله في الحضانه، ده لازم يتفحص عينه فورا، دكتور وبتفحص اكتر من مره طبقا لدرجه تاثر الحضانه عليه. دكتور ايهاب انا بشكرك، كنت منورني النهارده، بس على وعد ان يكون في سلسله حلقات، ان العين في حاجات كتيره جدا لازم نتكلم فيها، الميه البيضاء والزرقاء، العيون، امراض العيون كتيره جدا يعني زيها زي امراض القلوب، فامراض العيون كتيره قوي، فاحنا عايزين نفرد سلسله حلقات لتوعيه المشاهد، وازاي يعرف ازاي يحافظ على بصره. النعمه الكبيره اللي قلنا في مقدمه الحلقه هي نعمه كبيره جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نحافظ على النعمه دي عشان تزيد ما تقلش. فتوعدني ان شاء الله يكون معانا سلسله حلقات يعني ان شاء الله، برنامجنا حكيم عيون يكون حضرتك فيه، ونقدر ندي المعلومه الشافيه الكامله للمواطن واللي بيشاهدنا، على اساس يعرف ان في اطباء عيون في مصر متمكنين جدا، يقدروا يكون ببركه الله سبحانه وتعالى على ايديهم الشفاء ان شاء الله. شرف ليا اكون معاك ان شاء الله، وشكلي هسيب لكم بقى العين بتاعتنا مش هناخدها. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهايه هذه الحلقه ان اتقدم بالشكر للدكتور ايهاب ابو علي، زميل كليه الجراحين البريطانيين للعيون. العيون والعين عموما والنظر عموما يا جماعه مهم جدا، لازم نحافظ عليه. خليكم معانا في برنامجنا حكيم عيون، هنحدد له حلقات وهتفيدكم جدا وهتستفيدوا جدا مع دكتور ايهاب ابو علي، على امل ووعد ان يتجدد اللقاء معكم في حلقات اخرى. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.